تنفيذا لتوجيهات دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني المحترم، وبإشراف وزارة الموارد المائية متمثلة بمعالي وزير الموارد المائية المحترم الأستاذ عوني دياب، قامت كوادر الهيئة العامة لتشغيل مشاريع الري والبزل مديرية ري بغداد إدارة المهندس المقيم بتنفيذ أعمال تكسية الحجرية لنهر دجلة بمحاضرة طريق السندباد لمسافة كيلوين ومية، ومدة المشروع 180 يوم تقويمي من ضمنها أيام الجمعة والسبت والعطل الرسمية، وتم العمل على مدار 24 ساعة باليوم، وهذا العمل من ضمن المشاريع البرنامج الحكومي تطوير مدينة بغداد وجماليتها، والعمل ينفذ عن طريق شركة العراق العامة. مهندس حيدر قاسم مديرية ري بغداد دارة المهندس المقيم.